نحكي عن الوضع النقابي. يعني اليوم النقابات شو دورها؟ كيف بتحمي العمال والعاملين؟ هل هي عم تحمي العمال والعاملين؟ لا، لأنه النقابات بلبنان مدجنة، يعني السلطة السياسية واضعة إيدها عليها، مهيمنة على النقابات، والنقابات هي أبواق للسلطة. ما فينا نعمم، بس معظمها هيك. هيدا دورة اليوم، واللي عم بيصير اليوم بالمشاهد الانتخابية للنقابات بفسر اللي نحنا عم نحكي. إذا ما ربحنا منطير النقابة ومنطير الانتخابات ومنزعبر بالصناديق ومندخل ناس على مراكز انتخابية بدون وجه حق. خلينا نحكي عن صحة النقابات، شو هي النقابات الحقيقية، كيف فينا نغير بمشهدية النقابات اللي عم بيصير لتحكي باسم المواطن مش باسم السلطة. غيرها من العناوين اليوم رح نطرحها مع ضيفنا رئيس تيار النقابة المستقل استاذ جورج سعادي. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. أهلا فيك. اليوم يعني وصل العمل النقابي للبلطجة. اليوم إذا أنا ما بربح ممنوع غيري يربح، يعني هيدا عمل ديمقراطي اللي عم بيصير بالانتخابات لبعض النقابات اليوم استاذ جورج سعادي؟ للحقيقة نحن لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس اوف لبنان 100.5، وبدي اطلب من كل الاصدقاء المستمعين عن جد هالحلقة يشاركونا فيها رأيهم بالنقابات، وخصوصا هلأ كتير الانتخابات، يعني عنا انتخاب يعني اليوم الاتحاد العمالي العام اللي بيضم كثير من النقابات، عنا انتخابات نقابية مثل ما عم بتشوفوا. بدنا نغير بالمشهد النقابي، بدنا نقابات تكون تحكي باسم المواطن، مش هيك استاذ جورج سعادي؟ خلينا نبلش أول شيء نقول شو الدور الحقيقي للنقابات. شو الدور الحقيقي؟ يعني نعطي ما هي تعرفة النقابات. نعم. النقابات دورة حماية الناس، كرامة الناس وحقوق الناس، و مصارعة السلطة لانتزاع الحقوق والحفاظ على المكتسبات وحماية كرامة الناس. لما بتصير هالنقابات ممسوكة من أحزاب السلطة، معقولي حزب السلطة يقاتل حزبه بالسلطة؟ لا، بالطبع لا. ساعتها هالنقابات بدها تروح تنام بحضن هالسلطة، تزقف له وقت اللزوم، تبخر له، ووقت اللي لازم تزايد تنحشر تزايد وتحط شعارات متقدمة كتير وما تروح تحققها، بآخر لحظة تنسحب من المعركة تتنفس الناس وتحبطهم. بهذه الطريقة هالأمور صارت بفترة من الزمن، وفينا نقدر نعطي أمثلة. نعم. يعني على سبيل المثال بأواسط التسعينات ومع مجيء نظام الطائف، كان في خطة اقتصادية اجتماعية واضحة وعم تتجلى هلقني نتائجها، هو النظام النيوليبرالي يلي بده يضرب دولة الرعاية الاجتماعية، ويلي حط خطة معينة ضرب فيها كل القطاعات الانتاجية وراح على القطاعات الريعية. كيف ممكن يضرب دولة الرعاية الاجتماعية يلي مسيطر على السلطة السياسية التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية والسلطة الإعلامية إلى حد ما، مع تحياتنا لألكن ولبرنامجك نحن صوت حر. عم بقلك مع تحياتي لألكن. بيبقى في بس السلطة النقابية هي اللي لازم تدافع عن الناس. بكل أسف هجموا على الاتحاد العمال العام بأواسط التسعينات، ضربوه دجنوا وطوقوا صفة بيد السلطة واعتبروا أنه خلصت الخبرية. إيه، لأنه خلصت الخبرية، لأنه بيضم العديد من النقابات تحت لوائه. طبعا هو لأنه كان رأس حربة بالمطالبة للناس. نعم. وللأسف وقتها ضربوا بشكل قمعي ورجعوا بنيوا هيكلية فيه، عملوا هيكلية فيه، دخلوا عليه نقابات واتحادات صورية تتمثل بمندوبين بمجلس المندوبين تيأمنوا الديمقراطية الصورية، وأي وقت كان يرجع ينتخبوا ذات القيادة، وإذا مش ذات القيادة قيادة مشابهة. اليوم شو وضع النقابات استاذ جورج سعادي؟ يعني نحن عم نحكي عن الاتحاد العمال العام، في كتير من النقابات كمان خارج صرب الاتحاد العمال العام، شو وضعها بشكل عام؟
هلا شو وضع الاتحاد، شو وضع النقابات؟ بدنا نروح على جانب اخر، معلش اسمحي لي، على هيئه التنسيق النقابيه بسرعه. لانه وقت اللي انضرب الاتحاد العمالي العام خلقت الهيئه، صار في فراغ نقابي. هيئه التنسيق النقابيه اجت غطت فراغ، علميا الفراغ بده يتغطى، غطته. وللحقيقه بمرحله من الزمن لحديت خريف 2014 كان في قرار نقابي مستقل ينبع من الناس، كانوا الناس عندهم ثقة بهالأداة وكانوا ينزلوا معها. لأنه هي أول من حكي عن الفساد وشرح الفساد وحكي صح. وين مكان من الفساد وين مكان من الهدم، صح، ونزل على أماكن الفساد، البور، الميكانيك، الدوائر العقارية، المطار إلى آخره، نزل عليهم وضوا عليهم. الناس صدقت، وصدقت أكثر لأنه هيدي النقابات رجعت للناس تتستشيرها بالصغيرة وبالكبيرة وتلتزم قرارات الجمعيات العامة وقرارات الناس. بس رجعت فرطت، وين صارت هيئة التنسيق من بعد ما أخذت سلسلة الرتب والرواتب؟ وطبعا يعني دايما بنحكي أنه سلسلة الرتب والرواتب هي حق للناس، بس يعني ما تأمل لها تمويل، وصار في عديد من الأشخاص بدون وجه حق دخلون على الدولة لحتى أكثر يصير في تقهقر بموازنة الدولة. طب ليش بالأول سؤال ليش تراجعت هيئة التنسيق؟ شو صار كمان بسبب هيمنة السلطة عليها؟ ليش نعم هلا بقول لك ليش تراجعت. تسمحي لي أعطي محطتين سريعتين. خلت السلطة تتوحد وتضرب القرار النقابي المستقل. أول شغلة وأساسية وحقيقية بعد بريس 3، مقررات بريس 3 كانت لضرب دولة الرعاية الاجتماعية والذهاب للخصخصة وإنهاء وبيع كل قطاعات الدولة. بدي احكي عندنا ملف عن بيع قطاعات الدولة. صحيح، وأنا سمعته كان جيد. نعم. صار في مظاهرة تحت هيئة التنسيق النقابية بعشرة أيار 2006، نزل فيها 250 ألف بالشارع منعوا هالقرارات اللي كان بدها تضرب دولة الرعاية الاجتماعية. هي محطة. محطة تانية خلال معركة السلسلة صارت كرة ثلج الحركة لما ضوينا على الفساد. بأيار 2014 بينزل 100,000 على الشارع تيطالبوا بحقوق الناس. هون السلطة استحست الخطر وتوحدت كل أحزاب السلطة اللدودين، توحدوا ب خريف 2014 وانقضوا على كل الروابط والنقابات. نعم. وحطوا ايدهم على هيئة التنسيق النقابية وروابطها. من خلال مين؟ من خلال يعني فيهم كانوا ما يحطوا ايدهم، فيهم كانوا ما توقف النقابة او هيئة التنسيق النقابية بوجهن. لا، بس كان في اشخاص هن دخلوا بهيئة التنسيق النقابية وسمحوا للسلطة انها تدخل لجوا. ما هي هيدا تحالف كل الاحزاب. لما تحالفوا ضد هل القوى المستقلة اللي ضد السلطة أخذوا الأكثرية. وصلنا لهون هلا. وصلنا لهون. شو حصل؟ لا نقابات تدافع عن الناس. شو حصل؟ بهالسبع سنين المضوا من خريف 2014 لتاريخه. تراجعنا، صرنا بالحضيض وبجهنم. تراجعنا. خزلوا الناس. نعم. الناس أحبطت. هلا إذا بيدعوا أي تحرك. نعم. أما الاتحاد العمالي العام أو حلفائه روابط هيئة التنسيق النقابية عم بيلتقوا قدام مركز الاتحاد العمالي العام بيدعوا لتحرك بأحسن الأحوال اللي بيجي على 100 شخص. يعني ليش؟ ما بنسأل السؤال ليش؟ لأنه الناس ما عادش مصدقة أنه هودن أنه هل قيادات النقابية بتمثلون وعم تسعى لحقوقهم. وإذا بنوقف عند محطة معينة عند قصة السلسلة تفضلتي وحكيتي عنها، السلسلة ما عطت الناس حقوقها كما يجب، وخاصة الأساتذة والمعلمين، خسرتهم 35%. بس خسرت الدولة كمان. لأنه ما كان في تمويل لها من خارج الدولة. لا، ولي كان في 5000 وأكثر 5000 موظف دخلون على الدولة ليستفيدوا من السلسلة، وكانت على أبواب انتخابات نيابية. هيدي بعدين هيدي عطوه تشيك للناس بس بدون رصيد. رح نحكي عنها، بس أنا بدي أحكي عن السلسلة لأنه هذه دائما عم بيكون في لغط بالتعاطي معها. سلسلة الرتب والرواتب في قانونين لها، 46-2017 و47-2017. 46-2017 السلسلة والتقديمات اللي بتقدمها.
أما 47 على 2017 هي مصادر التمويل لألا. مصادر التمويل لألا نحط على أساس السلسلة العادلة يلي كان بدها تكلف بحدود 2600 دولار بالسنة. نعم. انحطت الضرائب وحصلت الضرائب، وهيدا اللي عم بيخبوهن. ايه؟ بينما السلسلة انعطت مسخ كلفت بالسنة 1.6 مليار دولار، وحطوا كل الأزمة المالية بالبلد على السلسلة. أنا بدي أقول أوكي، هالسلسلة كلفت 1.6 مليار بالسنة من 2017 لتاريخه في ست سنين، أربعة بواحد فاصل ستة بيعملوا 6.4 مليار دولار. نعم. هالقد كلفت السلسلة، هيدي دمرت البلد. والله الهندسات المالية اللي كلفت من 97 لتاريخه 31 مليار دولار، ولا الفساد اللي عم بيكلف سنويا 5.5 مليار دولار، ولا الأملاك البحرية والنهرية اللي عم تنهب هيدي للدولة والدولة ما عم تستفيد منها، ولا الإيجارات، ولا الإيجارات المرتفعة المتضخمة اللي عم بتنفع أصحاب النفوذ بالدولة لمؤسسات الدولة، والدولة عندها مؤسسات خاصة ملكة مش عم تستخدمها، دايما بيروحوا للمواطن الضعيف على ولا الخلل بالضريبة. الضريبة المنفذة هي ضريبة لا تكلف الأغنياء، تكلف الفقراء متوسطي الحال، ما عاد في متوسطي الحال. على كل حال كان مطروح للسلسلة على أيام طبعا شرب النحاس أنه يكون يعني 860 ألف. بعدين طرح غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي السابق لما اجتماعه طبعا لما عملوا اجتماعات للأجور نزلها ل 675 ألف. هذه بشعة كتير. ليش بشعة؟ أنه يجي وزير سلطة يطرح الأدو استقال وقتها السؤال، لأنه السؤال لأنه للأسف السلطة السياسية ومن يمثل. طب هني بيسمعوا رئيس الاتحاد العمال العام شو بده يقول ولا الوزير شو بده يقول؟ لا، هون تقلك شغلة، لازم نعرف شغلة معينة بالعمل النقابي. الاتحاد النقابي عنده حق القرار والفيتو إذا بدك بحقوقه. نعم. ومشان هيك هني منعوا روابط الأساتذة يكونوا نقابات. نعم. انتبه، هاي شغلة مهمة. وقتها غسان غصن يستدعى على القصر الجمهوري ويجتمع مع بعض الوزراء في قاعة جانبية، وبيطلع بيصرح انه انا نحن بكفينا 675 ألف، وهيدي فضيحة. نعم. فضيحة بحق اتحاد العمال العام يلي باع حقوق الناس، انه وزير وسلطة عم تطرح لهم 860 ألف ليرة تعيشوا بحد أدنى من الكرامة، يجي الاتحاد العمال العام يطالب بأقل. نعم. وقت الوزير السلطة الطرف السياسي اللي كان عم جاي من قبله ما غطاه وما دافع عنه، استقال لأنه كان منسجم، وتحية لقاله، كان منسجم مع طرحه ودفاعه عن حقوق الناس أكثر من الاتحاد العمال العام يلي هو لازم يلعب الدور واللي هو مخول دفاع عن حقوق الناس. بس هو كان عم يدافع عن السلطة بوقتها؟ شرب النحاس؟ لا، يعني غسان غصن. غسان غصن من أول ما إجا، من أول ما إجا لم يقم بشيء يفيد الناس، كل ما قام به هو تعمية عن سياسة السلطة، وإذا بدك أكثر مزايدات لا زر الرماد في العيون، وبالآخر بيدعي لتحرك وبيترجع عنه آخر ليلة، وما زالوا لتاريخه الدكتور بشارة. نعم. الأسمر بيعمل ذات الخطة، لأنه للأسف عم بيصيروا بذات الطريقة، عم بيتوجهوا بأجندة سياسية هالراوند أب. نعم، اللي حكينا عليه أنا وياك أستاذ جورج سعادي هو لنشوف وين صارت النقابات، وصلنا لهون لنقابات تدافع عن العمال بلبنان، حقوق الناس وحقوق الناس ونقطة على السطر. بدي ذكر الأصدقاء المستمعين بأرقام تليفوني صوت لبنان، فينا تتواصلوا معنا على 01-205-511 01-325-555 الخلوي 76-611-005 وعبر الواتساب على 76-611-001. طيب اليوم عم نشوف مشهدية بانتخابات نقابية، هالمشهدية في تدخل صارخ للأحزاب المهمة على السلطة لتغير. اليوم ما بدها تغير بالمشهد، بدها النقابات هي مدجنة لها بوقت في تغيير بمكان ما، في ثورة
اليوم على النقابات الموجودة وعم ننجح مثل ما نجحنا بالصيدلة بالمهندسين وأخفقت الثورة بنقابة المحامين. شو عم بيصير اليوم بالواقع على الأرض؟ ليش هالهرج والمرج والتدخل والزعبرة من قبل أحزاب السلطة؟ لأن باختصار شو بدها؟ بدها تضل مهيمنة. بدها تضل مدجنة. كيف فينا نكسر احتكارة للنقابات؟ للحقيقة هون بدنا نقول شغلي. بعد أول شيء الواقع السيء للنقابات حرك الناس إنها ترجع توقف لجانب حقوقها، مش تكون قطعان مذهبية بكل أسف، يعني لأنه الواقع الخطر هو الواقع المذهبي عم بمذهبه كل شيء. بعد انتفاضة 17 تشرين عملت حالة نوعية وكمية بالوعي عند الناس، وأدت إلى تطور متقدم بوعي الناس وخاصة بالمجال النقابي. شفنا الطلاب بالجامعات عملوا تغيير نوعي وكبير. هلا مش بكل الجامعات، انه باللي عملوا فيها انتخابات. نعم. يعني هلا في جامعات صغيرة عندها وجه، وهلا بالنقابات، وهلا بالنقابات عملوا تغيير بالمهندسين وقبل بالمحامين مع النائب ملحم خلف، وبعدين هلا بالنقابات اللي عم تصير هلا ايه هيدا اللي صار. يلي وقت ما كانوا قادرين يربحوا كانوا يأجلوا بالمهندسين، بالمهندسين أجلوا كذا مرة، أطباء الأسنان بالمهندسين أجلوا كذا مرة وبالآخر اضطروا يعملوها وخسروا. بنقابة الأطباء الأسنان كانت الفضيحة الكبرى إنه بلش الفرز وبلش النتائج تبين إنه النقابة تنطفل عم تربح. نعم. إيه والفرق كبير. توقفت الانتخابات وكسروا الصناديق. هذه التجربة مش بس منافية مع الأعمال النقابية والديمقراطية، هذه جريمة أخلاقية. هذه جريمة، هذه منافية مع الأخلاق. إذا كان هذه الصورة يلي بدهم يحطوها من شان الانتخابات النيابية القادمة، على الدنيا سلام. نعم، يعني بتصير إنه الأحزاب المتخاصمة المتحالفة شعارة وهدفها واحد، أو منحكمه أو منحرقه. ما هيك؟ واللي مش عاجبه وبده يهاجر الله معه. يعني صايرت هيدي هي القصة. على كل حال قبل ما نستقبل ضيفنا وقول له مبروك جو سلوم نقيب للصيادلة، في مواطن بيقول لي الحل هو استعادة السلطة من قبل الشعب عبر إنشاء حكومة من مجموعات مخلصين. أنا هيدي مش بإيدنا لهلأ، يعني إلغاء الأحزاب والنقابات والجمعيات الخيرية، إعادة هيكلة القطاع العام، طرد أتباع المتزعمين، إنشاء دستور جديد بيصير بموجبه أي موظف من رئيس الجمهورية غيره خادم للشأن العام ومش للزعيم. هيدي بدها سنين لحتى تصير واقع. خلينا ناخذ الفويس مسج كمان رح ناخده من بعد ما نعلي الصوت. رح نستقبل ضيفنا اليوم النقيب جو سلوم نقيب الصياد. صباح الخير ومبروك. بونجور، صباح النور ست نوال، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. اليوم يعني بموضوع انتخابات صيادلة جو سلوم نقيبا وثغرات لوجستية وامتعاض من سوء التنظيم، هيدا بتوافق على هالكلام؟ اليوم جو سلوم نقيبا لأنه صيادة لبنان تحدوا كل الصعاب، تحدوا مشكلة التنقلات وكلفة التنقلات، وإجوا على النقابة وانتخبوا وإجوا بكثافة. أكثر من 4000 صيدلي انتخب بالدورة الأولى، وأكثر من 2500 صيدلي انتخب بالدورة الثانية. اليوم أكيد كان في مشكلة بالمحل واتساع المحل، ما كان في توقع هالقد صيادلي يتحدوا كل الصعوبات. كنا نتأمل يكون المكان أوسع ويكون الترتيبات أداء، ولكن صار اللي صار وانتصرت إرادة الصيادلي التغيير الحقيقي، وانتصروا لكرامتهم وكرامة كل مواطن لبناني. طيب نقيب جو سلوم، كان عم ينقال انه اللوائح مستقلة نظريا ومخترقة حزبيا، هل بتوافق ايضا على هالكلام؟ يعني انه حضرتك يعني كنت مستقل فعلا بالمعنى الحقيقي للاستقلال، يعني المستقل نقابيا؟ سيد نوال، أنا ما بحب كلمة مستقل، لأنه الكل بيستخدمها لاعتبارات وأهواء معينة. نعم. ما في لبناني ما عنده ميل معين. صحيح. ولكن المهم
أنه هذا الشخص ما يكون مؤتمر من جهة معينة وما يكون مؤتمر من مصالح معينة. هذا الأمرين لا بشخصنا ولا بلايحتنا متوفر. الكل حر طليق مصلحة المواطن والصيدلي بالنسبة له هي الأساس، تعالوا فوق أي اعتبار تاني، وهذا الأساس بالنسبة لنا. أما ميل الشخص أو أهوائه فنحن ما قلنا عليه، نحن قلنا عليه بالعمل النقابي بيكون حاطط مصلحة الصيدلي والمواطن نصف عينه وماشي تاني. نعم صحيح، شهدت مرحلة اختيار النائب انقلاب لبعض القوى على حلفائها خروجا عن المألوف في بعض التحالفات. اليوم انت اليوم بخضم المعركة الانتخابية طبيعي انه يعني اليوم بيصير في اعتبارات معينة وحسابات معينة وبيصير في خلط اوراق، ولكن بشكل عام الأمور كانت باتجاه خيار الصيادلة. اليوم الكم الهائل وقت يكون عندك هالقد عدد من الصيادلة ناخدين، بالتالي اليوم بيكون إرادة الصيادلة الحرة هي الأساس، وهي بتضغى عن الاصطفافات اللي هي ما قادرة تجير أكثر من نسبة قليلة. نعم. طيب اليوم بموضوع الانتخابات، يعني صحيح عم ينقال انه احدى المفاجآت اللي خالفوا فيها الصيادلة العرف بانتخابات نقابتهم حيث فازت لائحة كاملة مع بعض الخروق. حضرتك عم تحكي عن موضوع التمثيل المسيحي. نعم. اليوم المشكلة اللي صارت انه في عندي عدة لوائح، في كان اكثر من 4 لوائح. الاربع لوائح اجمالا التصويت ما بيبقى بيكون موجه. اليوم لو بس يكون في لائحة واحدة، اذا صار في تصويت على كل اللائحة واللائحة هي مقسمة مناصفة المقاعد بين المسلمين والمسيحيين، بيطلع اجمالا المناصفة محترمة، ولكن وتكون عندي عدة لوائح بيكون التصويت منقسم بين الاربع لوائح، ما بتقدري توصلي للنتيجة اللي هي معتمدة أي العرف، لأنه اليوم ما في العرف هو من هي هو عرف أنه محدد المقاعد غير محددة. فبالتالي اليوم تعدد اللوائح وتقارب الأرقام بين اللوائح أدى لهذا الموضوع. نعم. سؤال أخير، يعني اليوم صحيح في اتفاقات انعقدت من تحت الطاولة بين بعض الأطراف، تعرف بس تخلص العملية الانتخابية بلشت التحليلات من هون ومن هونيك. صحيح. نعم. أقله أنا ما بدي أحكي عن غير لوائح، أقله بالنسبة لنا ما كان عنا شيء تحت الطاولة، نحن القصص اللي نعملها هي دائما على المكشوف، لأنه كل شيء على المكشوف بيكون هو الصحيح. شو راح يغير جو سلوم بالعملية؟ ولكن بدي أقول لك أنه نحن تخطينا موضوع الانتخابات، وصلنا اليوم بيوم آخر ونهار اللي طلعت قلت أنه ما حدا خسر ما حدا ربح، ربح الصيادلة وإرادة الصيادلة ومطالبتهم بحق المواطن. نحن اللي بدنا نغيره أنه بدنا نأمن الدواء، نسعى لتأمين الدواء الجيد في الصيدليات لكل المواطنين، وبدنا نطالب بحقوق الصيادلة وننصف الصيادلة بكل القطاعات، لأنه إنصاف الصيادلة هو بيؤدي بالتالي إلى حقوق المواطنين، لأنه الصيدلة هو الحجر الزاوية بالمنظومة الصحية. نعم. كنت معنا بحلقة سابقة ونقال هالكلام إنه حضرتك عم تدافع عن الصيادلة، مش لازم تدافع عن الكل لأنه في منهم عم بيستغلوا المواطن. اليوم صرت نقيب، شو بدك تعمل بهالنقطة بالذات؟ يعني مش كل الناس شرفاء ولا كل الصيادلي شرفاء ولا كل الموجودين، يعني فينا نعمم نقول شرفاء، في نطوات ببعض المحلات، كيف بدك تعالجها؟ نحن لا ندعي أننا كنا قديسين. اليوم إذا في مخالفات صغيرة بمكان معين في هنالك قانون، الكل تحت سقف القانون، والنقابة رح تطبق القانون بالتعاون مع وزارة الصحة على الجميع بالتساوي. نعم. على كل حال نحن متمنى لك كل التوفيق والخير. شكرا لك نقيب الصيادلي الدكتور جو سلوم، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. بدي أرجع مع ضيفي، يعني اليوم دايما هيك بس يكتبوا عنوان بيقولوا الأحزاب في كل مكان، طيب مين ما عنده انتماء منا؟ كلنا عنا انتماء، بس المهم العمل يكون جيد مثل ما لازم يقتضي أنه نعمله، مش هيك استاذ جورج سعادة؟ فيني
هلا شغله. ايه تفضل. تفضل فيها النقيب. اول شيء مبروك له. ثاني شيء في مساله بالتمثيل النقابي وحتى بالتمثيل الوطني، انا ميال انه نطلع من الطائفيه، مش ميال انا، هذا رايي. نعم. نطلع من الطائفيه للعلمانيه، وان شاء الله بيطلعوا كلهم بوذيين اذا في كم بوذي بهالبلد، بيطلعوا هن مسؤولين. لانه هلكتنا الطائفيه اصلا. لانه هلكتنا وخربت البلد، وساعتها يكونوا ملتزمين قضايا الناس. هي اول شغله. ثاني شغله، بس ليش بيقولوا الاحزاب تهمه؟ يعني هل كل الاحزاب اذا كنت انت منتمي لحزب تكون تهمه؟ رح اقول لك عنها هيدي المشكله. هن اعتبروها تهمه مش نحن، لانه هلا هن بس تقولي له انت تابع لحزب، لك لا انا مش تابع لحزب، انا مستقل. يا اخي ما انت تابع لحزب، صايره هن شايفين التهمه. ليش؟ بس شو الحزب يعني؟ انا اي حزب تابع له، في احزاب معارضه عم تشتغل يعني مثل الثوره وافضل يعني. لا انا عم بقول للاسف، بس في احزاب عم تدل على الفساد، في احزاب عم تحكي باسم الفساد. بتقيله انت تابع لحزب السلطه. لا ما في احزاب تركت السلطه. لا اللي ترك السلطه، اللي ترك السلطه وعم بيقاتل لمصلحه الناس بيوقف فخور وبيقول انا بهذا الحزب. اما احزاب السلطه بيستحوا لما بتقولي لهم انه انتم اتباع هذا الحزب او هداك. نعم. هيدي صارت بيعتبروها تهمه يصطفلوا. بس ما بدي اقول شغلي، بدي اقول شغلي من اللي بيتفضل فيه النقيب، انه نحن نقابي لخدمه الناس. اتفقنا عليها بالاول. هل هالنقابي اللي مجلس النقابي اللي اجى بده يحل ازمه الدواء وتصير بمتناول الناس؟ هيدا سؤال لازم. ثاني شغله لازم يضغطوا باتجاه، وهل ستبقى رهيني لكارتلات الدواء؟ عم نحكي عن الصيادله. عن الصيادله طبعا، لانه هني بيحددوا بيشيلوا. وقال نائب الاطباء هون بحلقه معك. نعم. ايه قال الاستشفاء سيصبح والدواء سيصبح للاغنياء. اذا صار للاغنياء بصير جريمه، لانه ما حدا له حق يعتدي على انسان بصحته. نعم. بصحته بيقدر ياكل اللي بده اياه الانسان، بس ما في يوقف الدواء. نعم. خلينا ناخذ فويس مسج نحن وياك استاذ جورج سعدي. يعطيكم العافيه. سؤال، اذا نحن بدنا ناخذ صباحا صار في معنا مقابله، كيف فينا ناخذ اللينك او البارت المتعلق هلا بدنا بعدين. على كل حال نعتذر من النقيب ونقول مبلا في ناس لا تنتمي لأي حزب، وقال له كمان هو قال إنه لازم يفصل ما بين عمله والجهة اللي بيأيدها، كمان بعتذر منه مستحيل يقدر. بتوافق على هالكلام؟ مشان هيك نحن وصلنا لهون ورح نغرق بعد ليصيروا اللي ما بينتموا لحزب هن الأكترية. شو تعليقك استاذ جورج سعادة؟ أنا تعليقي إنه الانتساب لحزب نعم مش لازم يكون تهمة، إذا مقتنع هذا الشخص بانتسابه لحزبه، وإذا هذا الحزب عم بيأمن له مصالحه. أما إذا ما أمن له مصالحه ليش بيضلوا بهذا الحزب؟ نعم. إنه الانتساب هو انتساب غرائزي مذهبي، أو هو انتساب عقلاني. نعم. له علاقة ب تأمين مصالح الناس، تطوير البلد، الذهاب بالبلد الى الافضل. من هون صارت تهمه لاحزاب السلطه، لانه اخذت البلد الى جهنم مثل ما قالوا. صار يستحي اللي منتسب لحزب من احزاب السلطه انه ينتمي لهم، وصار يترشح انه هو مستقل، بس ينجح بيقول لك بيرجع بيروح عند حزبه وبيهدي حزبه النجاح. باليوم شو الحل استاذ سعاده لتستعيد النقابات دوره، خصوصا يعني اليوم في تدخلات كتير كبيرة مثل ما شفنا كمان يعني بنقابة المعلمين اللي صار معيب بانتخابات نقابة المعلمين، كيف الحل حتى تستعيد النقابات دورها الأصيل بدون تدخلات هالسلطة؟ يعني سبق وقلت لك إنه وقت اللي بخاف إني أربح بأجل، هيك عم بصير. هذا منطقهم لحزب السلطة. هذا مثل ما صار يعني بنقابة أطباء الأسنان وبنقابة المعلمين. نعم. زد شيء. والمؤسف أكثر إنه بهيدي النقابات ونقابة المعلمين. خلينا نخدم، لأن حكيتي عنها وهلا إني في. لأنه تأجيلها واتهامات لوزارة العمل بالتدخل لمصالح سياسية، وكلنا بنعرف يعني وزير العمل على أي جهة محصول. ليش هيدي السلطة بريئة ما تدخلت بهذا الزمن بكل شيء؟ نعم. وحتى بالانتخابات؟ وبتهديد الناس ترهيبهم وترغيبهم؟
ما هذا عم بيحصل برابطة التعليم. هلا انتخابات رابطة التعليم الثانوي وما عم بيحصل بنقابة المعلمين، لما أصحاب المدارس هن بيتمثلوا بهاي النقابة. أنا بسأل هذه النقابة عبر تاريخها لما عم بيأسسوها، أنت بتعرفي أنه المدارس الخاصة في تجمعات مدارس، نعم، هالتجمعات كل تجمع لحزب مذهبي قسم كبير منهم وفي قسم لا، وهيدي التجمعات بتحدد مين بيمثلها بالنقابة. نعم. بتحدد مين بيمثلها بالنقابة، بتصير هيدي النقابة مجموعة ممثلين للمدارس. نعم. مش قادرة تحمي الأستاذ من الصرف الكيفي، مش قادرة تأمن له حقوقه. تصوري إنه سلسلة الرتب والرواتب لتاريخه الست درجات الاستثنائية من 4 سنين لهلا ما قبضوها، بعد ما قبضوها بقسم كبير من المدارس لأنه الخاصة. في حق. ايه بس فيها هيدي فيها حق، بس مش عم تقبل المدارس اليوم. يعني مش عم تقبل المدارس. وهون المسألة وين دور النقابة؟ نعم. بدنا نتواصل هلا مع رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين بالتعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين. صباح الخير. صباح الخير، صباح النور مدام نوال، إليك ولضيفك الكريم استاذ جورج سعاد. ليش انتم مقدربين؟ ليش بدكم تقدربوا وتكملوا الاضراب؟ يعني كنتم مقدربين قبل ورجعتوا فكستوا الاضراب ورجعتوا هلا مقدربين، شو القصه؟ لا والله يا مدام نوال، هو الموضوع نحن من اول ما بدا العام الدراسي بدانا يعني رجعنا كانه بمطرح ما عم نعيد نفس النغمه، انه بدنا نعطيكم وعود، بدنا نعطيكم حقوقكم، وكلها عم بتكون وعود. يعني ما في خطه واضحه لوزاره التربيه لتامين مستحقات، مش هيك؟ نحن اول العام الدراسي كان وزير الحلبي بعده مستلم له اسبوعين وقال انه يعني حق تعطوني فرصه، ونحن لقيناها منطقيه، يعني بعده مستلم له اسبوعين خلينا نبلش العام الدراسي اسقطا بالمدارس الخاصه. قمنا بواجبنا المهني واكثر من طاقتنا تحملنا، وبدانا فعلا شهر بعد الشهر فعلا نحن لو احنا كنا داخلين الاضراب مفتوح يوم الاثنين، لانه الوضع لا يطاق. مش معقول نحن عم نحكي عن كادر تعليمي، عن سلطه فاشله ادت ل 70% من الكادر التعليمي بالمدارس الرسميه يكونوا اساتذه متعاقدين، يعني اي ما عندهم لا ضمان لبدل نقل لراتب شهري ولا اي حقوق. بالتالي كيف بده يقدر يوصل الاستاذ اللي عم يقبض مليون ومليونين صاروا ما بيطلعوا 30 و50 دولار ما قادر يعيش، فكيف اللي ما بيقبض؟ فقلنا نحن منا قادرين نكفي. بعد ما اعلنا الاضراب المفتوح الوزير الحلبي صار في اعاده اجتماعات، قال شو الموضوع؟ قلنا له بدنا شيء سريع، قرار رسمي. نحن شو صار؟ قام اعلن انه نزل عند وزير الماليه وفعلا مضوا كتاب مضاعفه اجر الساعه، وقال انا اللي فيه من جهتي عم بعمله. كان هيدا الموضوع شوي يعني عند الاساتذه انه في منحه ايجابي، ونحن قلنا اوكي حنبادل الايجابيه بالايجابيه، ولكن قلنا لوزير التربيه هل نحن اذا مضينا قرار رفع اجر الساعه ولا نقبض لازار، يعني ال 20,000 40,000، ال 40,000 فعليا بطلت قيمتهم 1000 ليره، ولا نقبضهم بازار، يعني هلا اللي عم يدفع حقتين كيلو بنزين 320 بكون صار حقها دوبل، ما بقى لهم قيمه. ففعليا نحن اوكي نحن هيدي خطوه يعني بنحسبها لوزير التربيه، ولكن بدنا سيوله. طيب وين حسبان للتلميذ؟ وين حساب التلميذ بكل اللي عم رح اقول لك وين حساب التلميذ مدام؟ نحن اولا في البنك الدولي متبرع 37 مليون دولار، ليه لحد هلا ما اندفعوا؟ هلا ليه ما بيندفع للتلميذ؟ هيدي مسؤوليه الوزاره ومسؤوليه الشعب، مثل ما يعني الاهل والاساتذه اثنيناتنا نحن من هالشعب يلي يعني بنتنازل عن حقنا، المفروض كمان تطالب وزاره التربيه مثل ما نحن طالبنا، بدنا الحوافز ال 90 دولار. هلا عم بقول الوزير في مشكل بدفعها بالتوقيت التاخير. نحن هلا بناخر التلاميذ، طيب ليه ما بناخد ونعطي ونستمهل بعض الوقت واستمهلنا بعض الوقت بس تيقلع العام الدراسي؟ مش حرام التلاميذ يعني معلاه في اهالي مش عم بيقدروا يبعثوا يعني اولادهم على الخاصه؟ نعم صحيح مدام نوال. نحن ليعرف المستمع الاستاذ بالمدرسه الرسميه لسيئة زملائنا الملاك كثير مظلومين بظل هالروابط، الصراحه اللي يعني عجب مستحق انها تقول انها روابط اللي ما مثل مين قصدتي يعني؟ كلها رابطه التعليم الاساسي ولا رابطه التعليم الثانوي ولا هيئه التنسيق النقابيه، يعني مش عم تاخذكم انتم بالاعتبار. لا بتحط انه يلا سنحصل هو المتعاقدين، او اخر شيء بعد ما الوزير رفع اجر الساعه شو قالوا؟ نطالب الوزير برفع اجر الساعه، شكرا ميرسي خليكم نايمين ما في داعي تقولوا.
يعني لو انتم بدكم تطالبوا لنا بحقنا وتعملوا اضراب مثل الخلق اضراب مفتوح وتمسكوا دايكم قدام بعض كروابط ونقابات بتلمونا كلنا حولكم، ما انتم اللي بتكسبوا وبتلموا الشعب كله حولكم، بتبلش الثوره من عندكم. ثوره مش بمعنى عم بحكي لجهه ضد جهه، عم بحكي الثوره كل الشعب، بتنزلوا النقابات على الشارع بتحصلوا الحقوق، بس انتم شو عملتوا هلا؟ معناتها انتم التعليم الاساسي المتعاقدين مقضربين واللي والمتفرغين اضراب مفتوح. لا لا لا، نحن كان مفروض التمان يوم الاضراب، الوزير قال انا ما بدي ارفع اجر الساعه، اعطوني مهلي، انا اعطيتكم انه الباس انه مرقت اللي انا بقدر عليه، رحت عند وزير الماليه مضيت اعطوني مهلي، بناء عليه رجعنا طولنا بيننا وقلنا هلا متريسين، بس قلنا للوزير جمعه جمعتين اذا ما وصلنا مصاري والا اضراب مفتوح. نعم شكرا لك رئيس. نعم تفضلي. بس بدي اوضح شغله مهمه. انتهى الوقت. في موضوع كثير مهم، موضوع كثير مهم. حاليا في بعض الاصوات يلي عم تطلع من اساتذه متعاقدين بقول نحن مقدربين خمس ايام، لتكون واضحه هيدا الموضوع، الرابطه اضربت يومين خلينا اربعه ايه، بس انتوا كم يعني شو؟ نحن هول اشخاص ازلام السلطه، مثل ما نفس الشيء بيعملوا على صعيد البلد، بيدخلوا ناس تخرب، هون ناس شغلتهم ما يخلوا المتعاقدين متناسكين ويزتوا اخبار. ما بنقرا بيان قدامنا اضراب تحذيري للاساتذه المتعاقدين بالتعليم الاساسي الرسمي، هودي اللي قصدتيهم. مضبوط. رح أقول لك شغلة، إذا أنت عندك ربع خميس رابط روابط السلطة عاملة إضراب تحذيري لتحفظ مي وجهها، وجمعة سبت أحد عطلة، كيف بيكون إضراب خمس أيام؟ يعني ما يرتكوا بعقولنا، هول عم يمشوا على نفس الموجة، بتحركهم الرابطة، عملوا يابا إنه نحن هي بدها تعليق، هي بدها تعليق، نحن هي بدها تعليق، يعني شيء تابع للسلطة يا من أضرب إضراب مفتوح، يا بيكون عند الركب وإضراب مفتوح. إي بس هي بدها تعليق، يعني كل حدا خمسة بلموا حالهم خمسة بيقولوا نحن مضربين. شكرا لك نسرين شاهين رئيسة اللجنة. نعم شكرا. رئيسة اللجنة الفاعلة وتحركات الناس على الشارع، ولما بينزلوا على الشارع يعتصموا ونشوف كيف بيقدروا ومين عندهم تمثيل. شكرا لك. بقى نسيت أزلامنا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك نسرين شاهين رئيسة اللجنة الفاعلة لأساتذة المتعاقدين بالتعليم الأساسي. كم لجنة فاعلة صارت وكم رابطة؟ يعني صار كحدا بيقدرب خمسة بيطلع بينهم إنه هني بدون يقدربوا بيقدربوا؟ أول شيء تحية لنسرين. نعم. نسرين الحقيقة مناضلة حقيقية برمة لبنان وعاملة لجنة مثلت الناس، هذا نعم. الحقيقة ومواقفها مستقلة نابعة من الناس. أنا إيه بس في عندك عم بيقدربوا باسمهم؟ رح خبرك. لا في حدا معلمي عاملين كذا شقفة، ما شو دور السلطة؟ أنا تعمل لك شقف 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 وبفرق تسد وفرق تسد. نعم. هون المشكلة اللي حاصلة إنه هودي الناس للحقيقة نعم لا عندهم ضمان، لا عندهم بدل نقل، لا عندهم نهاية خدمة، لا عندهم استشفاء، هودي معريين. إيه؟ وللأسف مشكلة التعاقد الوظيفي كل يوم عم بتزيد. نعم. الدولة ما بدها تفوت ناس. قلتي قبل بشوي فوتوا 5000 واحد أو أكثر، بعدين زيدوا لسبعة آلاف. هني أكثر، هني إذا بدك فوق 15000 هني ما صرحوا مزبوط. وإذا بدك من قبل وقبل وقبل يعني من الطائف لليوم في حوالي 30000 31000 لجنة المال النيابية قالوا صرحوا عنها. هودي زبائنية سياسية وهودي ما بيشتغلوا. وإذا اللي بيشتغل منهم تحية لأنه بس هودي فايتين ترضية سياسية ورشوة انتخابية. تنرتاح من هذه المسألة اللي تفضلت بدنا حل، يعني اليوم الحل بيجي من استقلالية العمل النقابي، ما في استقلالية. نطلع من التعاقد الوظيفي ونعزز الملاك أول شيء، نطفه ونفعل التفتيش ونفعل التفتيش أول شيء، بنفعل التفتيش بعدين بنروح على الحلول. التفتيش لأنه لما فعل التفتيش وبرفع عنه الوصاية السياسية، لأنه في وصاية سياسية عم بتعينه بشكل خطر، برفع عنه الوصاية السياسية، ساعتها بمشي الوظيفة بشكل صحيح وبعطي الناس حقوقها وبحميها. نعم. خلينا نختم نحن وياك، الحل بيجي من استقلالية العمل النقابي. نعم. لو عنا استقلالية بالعمل النقابي كنا وصلنا لهون استاذ جورج سعادة؟ أكيد لا. أكيد لا. نعم. لأنه وقت اللي كان في قرار نقابي مستقل حمينا سنة 2006 حمينا الناس من مقررات باريس 3 وحمينا حقوقهم ومكتسباتهم ودولة الرعاية الاجتماعية. طيب شو الهدف من وجود نقابات اليوم ما بتحمي الرعاية الاجتماعية اللي عم بتقول عنها؟ الهدف تمرير سياسة الدولة دون أي اعتراض بالشارع، إيه؟ وتصفيق للدولة وشكر الدولة، إيه؟ وترك الناس
على قارعة الطريق. شو ممكن يصير اليوم يعني إذا هالروابط تحررت من الوصاية السياسية؟ إذا حررنا نحن هالروابط اليوم بالانتخابات، اليوم في انتخابات نقابية متعددة، إذا حررناها شو ممكن يصير بالبلد؟ ممكن يصير فيه، ممكن يصير فيه محاسبة، نهضة نقابية، نعم. نهضة نقابية ومحاسبة للدولة ومواجهة السلطة بأدوات نقابية بتاخد قرارها من الناس وبيكون قرارها صادق، نعم. وهيك بتقدر تجمع الناس، وإذا نزلت على الشارع بتكون فعلي، ما بتعمل إضراب بالصيف. اسمحي لي، هودي الروابط، هيئة التنسيق النقابية استخفت بعقول الناس وعملت إضراب بالصيف ضد مين؟ إضراب مفتوح وعصيان مدني تربوي، وإجا التصحيح وما قاطعوا التصحيح يلي هي ورقة بتجيب حقوق الناس. وين؟ وإجوا بأول السنة. نحن كل عمرنا لما كان القرار النقابي المستقل حاكم ما بلش بإضراب مفتوح ببداية السنة. بتعرفي ليش؟ لأنك بتضرب المدرسة الرسمية، لأنه الناس الفقراء بيروحوا ببيعوا بيوتهم تيحطوا أولادهم بمدارس خاصة، نعم، إيه؟ تيعلموا أولادهم. هوني راحوا إضراب مفتوح إلنا منيح، بالآخر راحوا وافقوا على اتفاق خياني بحقوق الناس ولم ينفذ لتاريخه، علما أنه ما قدم شيء للناس، قدم لهم تسول، حولوا الاستاذ لمتسول. خلينا ناخذ فويس مسج. منيح وإلك للضيفين. انا اختي اسمي اول شيء ريما حنا، اختي بتشتغل بمستشفى هارون، وبتعرفوا مستشفى هارون هو ايه. هلا للحقيقه المواطنين على غير موجي عنا، مش رح ناخذ ولا فويس مسج لانه احنا عم نحكي نقابات. خلينا ننهي نحن وياك لانه طول الوقت. تننهي بهذا الموضوع، سالتيني كيف الحل. بقول لك الحل انه الناس تدرك انه حقوق بالاول وبعدين انتماء السياسي، لانه الانتماء السياسي بيصير فيه مصالح سياسيه ضيقه وبيصير فيه محاصصات على حساب حقوق العالم. انا ما عم بقول المستقل انه ما يكون بيفهم، لا، مستقل انه يكون مستقل عن اجنده سياسيه تتحاصص الامور السياسيه وتنسى حقوق الناس، وهذا اللي حصل بكل أسف. ومشان هيك بيستحوا أنصار أحزاب السلطة لما بيتقدموا للنقابات يصرحوا أنه هن بينتسبوا لأحزابهم، بيقول نحن مستقلين. وعم تسمعي هيدي النغمة إليك فترة، بيقول أنا مستقل، بعد شوية بشوفيه بحزب. يا أخي لا مستحي تقول أنك بحزب، لأنه حزبه ضرب حقوق الناس. أنا بقول هيدي السياسية اللي اعتمدتها السلطة بالنقابات لوين وصلتنا؟ أنا ما بدي أقول أي شيء، نعم. وصلتنا للانهيار الكامل. لازم نقوم، لازم نقوم، لازم نستعيد القرار النقابي المستقل، نعم، يلي بينبع من الناس. لازم نفعل القواعد تنرجع نعطيهم الثقة بأنه قرارهم فاعل، نعم. مش هني بيقرروا. كانت يدعوا لجمعيات عمومية هودي النقابات، الناس تقرر والنقابات يروحوا يعملوا عكس القرارات، نعم، أحبطوا العالم. على كل حال أنا بدي أشكرك ضيفي اليوم رئيس التيار النقابي المستقل أستاذ جورج سعادة. انتهى الوقت، كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5. بختم هاللقاء أطيب الأمنيات مني نوالي شعبود دليدة غانم والمخرج جورج العلي. إلى اللقاء.